أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على قتلتهم وأعدائهم وجاحد إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. تطرقنا في ختام المحاضرة السابقة إلى أهمية الالتزام بتوهين الباطل، الالتزام بهذا النهج كنهج في حياتنا لا نكف عنه، نربي عليه أبناءنا ونجعله جزءا لا يتجزأ من سلوكنا، وذلك لأنه يمثل ضمانة حضارية مهمة، هي ضمانة أن لا يقوى علينا أحد ولا يتشجع علينا أحد، أي أننا نضمن بذلك أن نكون أحرارا سادة، لا يهيمن علينا الآخرون فيتحكمون بنا ويخضعوننا لما يشاءون، مع أننا نحن الأقوى بقوة الإيمان، ولا ينبغي أن يتسيد غير المؤمن على المؤمن مطلقا. لست أنا الذي يضمن أن الالتزام بتوهين الباطل سيؤدي بنا إلى تحقيق السيادة والخروج من ربقة الخضوع للغير، لست أنا الذي يضمن ذلك، إنما الذي يضمن ذلك هو مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقد نقلت لكم كلمته في هذا الشأن، وهأنذا أعيدها عليكم. قال عليه السلام: لو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. إذن إن توهين الباطل يعتبر ضمانة حضارية، أو يعتبر مقوما حضاريا عظيما يعزز الثقة في النفس ويبعث فيها روح الشجاعة والقوة والعزة، فيهابنا الخصم والند ولا يحلم بأن يتسيد علينا يوما، ولا يخطر على باله أنه يمكن له أن يهيمن علينا أو يتحكم بنا أو يخضعنا لما يشاء من أحكامه وقوانينه. حين يعلم الخصم أو الند الحضاري أنه في قبال أمة تعتبر نفسها على الحق وغيرها على الباطل، وأنها دائما تعتبر نفسها في صراع مع هذا الباطل،
فلا تهن عن توهينه، أي لا تضعف عن تحقيره والإزراء به، ولا تكف عن ذلك ولا تمل منه. حين يعلم الخصم ذلك فإنه يدرك أن أي محاولة منه للسيطرة على هذه الأمة أو الهيمنة عليها هي محاولة محكومة بالفشل سلفا، لأنه يرى نفسه أمام أمة صعبة المراس، أمة تعتبره هو على باطل، وإذ ذاك فإن هذه الأمة لن تهدأ عن توهينه وتحقيره، لن تتقبله مطلقا، ولن تسمح بأن يبسط نفوذه عليها. هي أمة حرة شجاعة أبية، لا ترى لها موقعا إلا أن تكون في القمة والمكانة العليا. بل إن هذه الأمة حيث تتسم بسمة توهين الباطل فإنها تناوش أندادها، ترشق الحضارات الأخرى بسهامها العلمية والمعرفية، ولا تكل عن التصادم مع تلك الحضارات، أي أنها لا تكتفي بأن تنعزل عن محيط الخصم أو الند الحضاري فتتركه لشأنه، وإنما تحشد قواها الحضارية على حدود هذا الخصم أو الند، تحشد قواها الحضارية على حدوده ثم تخترقه عارضة بضاعتها في وسطه في محيطه، مع حملات مكثفة متواصلة من التوهين لما ينافسها، فهو الباطل في عين هذه الأمة، الباطل الذي يجب توهينه على الدوام. هكذا يرى الخصم أو الند أن المشكلة الحضارية أصبحت في عقر داره. الحضارة الإسلامية الشيعية لا تتركه لشأنه، إنها تغزوه، إنها تجتاحه، فأنى لهذا الخصم أو الند أن يفكر، بل أنى له أن يحلم بأن يهاجم هذه الحضارة في عقر دورها ويهيمن عليها. المشكلة عنده في عقر داره، إنما همه هو في أن يكف سهام هذه الحضارة عن نفسه ويستنقذ ما تبقى من حضارته المتداعية بفعل الحملات الإسلامية الشيعية. إن منهج توهين الباطل يعني بكل بساطة جعل هذا الخصم في موقع الدفاع وإبقاءه في هذا الموقع إلى أن يتخلى عما هو عليه، فالهجوم خير وسيلة للدفاع. بهذا لا يقوى هذا الخصم على المقارعة ولا يتشجع علينا بشيء، لأنه إنما يعاني الإرهاق منا ولا يجد في نفسه قبلا أو كفئا لنا. لهذا نقول إن توهين الباطل ضمانة أو مقوم حضاري مهم وعظيم، لو التزمنا بهذا المقوم لعلونا، لو التزمنا بهذا المقوم لهيمنا،
لو التزمنا بهذا المقوم لما استطاع أحد غيرنا أن يفرض نفسه علينا أو يتسيد علينا، مهما كانت سيادته التي يطلبها، دينية أم سياسية أم ثقافية أم اجتماعية أم تكنولوجية أم غير ذلك، لن يتمكن من أن يتسيد علينا، لأن توهين الباطل إذا صار سمة أساسية لنا فإننا لا يهدأ لنا بال إلا أن نكون متفوقين مهيمنين في شتى المجالات، نخضع الغير لنا ولا نقبل بأن نكون خاضعين أو مأسورين إليه في جانب من الجوانب، وإن كان هذا الجانب تكنولوجيا مثلا. على هذا الغير أن يتوافق معنا، لا أنه علينا نحن أن نتوافق معه. على هذا الغير أن ينسجم مع ثقافتنا السائدة، لا أنه علينا نحن أن ننسجم مع ثقافته المحصورة في نطاق ضيق. هو من بحاجة إلى أن يبقى وسط المحيط المتلاطم المهيمن عليه الذي هو محيطنا، لا نحن الذين بحاجة إلى أن نبقى وسط محيطه ونذوب فيه أو نتكيف معه. قد ينتاب أحدكم الشعور بأن صاحب هذه الدعوة يدعو إلى حرب أو عنف. قد يقول قائل: استمعوا إلى لغته الحربية وإلى مفرداته التي يستخدمها، إنه يتحدث عن حرب، إنه يتحدث عن غزو، ويتحدث عن هجوم وعن صدام، ويتحدث عن سيطرة وهيمنة وإخضاع، ويتحدث عن خصم وند وعدو. لما هذه اللغة والأدبيات الحربية؟ إنه يريد دفعنا إلى الصراع بدلا من الحوار، ويريد أن نعرض عن تعاليم نبينا وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام التي تدعونا إلى القول الحسن وحسن المعاشرة والتودد إلى الناس والمعاملة بالتي هي أحسن. يريد منا أن نعرض عن كل هذا، نعرض عن هذه الروح التسامحية، ونحل محلها روحا قتالية صدامية همها أن تسيطر على الآخر لا أن تتعايش معه. إني أعلم أن بعضكم قد انتابه هذا الشعور، سيما أن بعض المغرضين وعبيد الدنيا الذين يريدون إبقاء العالم الشيعي القديم والحيلولة دون تشكل هذا العالم الشيعي الجديد، هؤلاء المغرضين دخلوا على الخط لوأد هذه الدعوة وإحباط هذا المشروع، فبدأوا يشيعون أجواء الرعب عنا داخل الوسط الشيعي، يوهمون المؤمنين أننا نمثل خطراً على مستقبل الطائفة لأننا سنزجها في أتون الحرب، سنزجها في الصراعات، سنزجها في حروب وصراعات لن تبقي ولن تذر، فحذاري حذاري من قبول هذه الدعوة والانسياق وراء هذا المتطرف. هذا هو ما يشيعه هؤلاء ضمن سعيهم لتضليل الجماهير المؤمنة وإبقائها نائمة على فراش الوهم بأننا سنكون على خير إذا لم نحرك ساكنا والتزمنا بالتقية. هؤلاء يريدون بكل وضوح إبقاء الوضع الحالي لأن هذا الوضع هو الذي ينتفعون منه، لهم مصالح
إن لهم مصالح قائمة على بقاء هذا الوضع المريض، ويريدون أن يبقى الدين في أيديهم آلة يستعملونها للدنيا، ويعلمون أنه ليس بإمكانهم إبقاء مصالحهم الدنيوية إذا ما تشكل العالم الشيعي الجديد، الذي هو في الواقع إحياء لتعاليم آل محمد صلوات الله عليه. لا أظنني بحاجة إلى أن أسمي نماذج من هؤلاء الدنيويين، لأني أعول على وعي المؤمنين، أعول على وعي المؤمنين الذين رصدوا مسارنا وسط هؤلاء الذئاب والثعالب التي يعتمر كثير منها عمامة إبليس أو عمامة أبي لهب أو عمامة أبي بكر أو عمامة الشامغاني أو عمامة الحلاج لعنة الله عليهم جميعا. لا أظنني بحاجة إلى أن أسمي هؤلاء، وأظنني كذلك لست بحاجة لأن أعيد التذكير بما قلناه وأكدنا عليه غير مرة، حتى في هذه السلسلة من المحاضرات تحرير الإنسان الشيعي، من أن دعوتنا ليست دعوة إلى حرب دموية أو إلى صدام عنيف أو إلى ما شاكل ذلك. أظنه أنه قد أصبح واضحا أننا إنما ندعو إلى استجماع القوة الشيعية لمواجهة حضارية سلمية ذكية نتسيد فيها لاحقا. لماذا ندعو إلى هذه المواجهة الحضارية؟ لأن العالم يشهد مخاضا حضاريا خطيرا ستندثر فيه كل حضارة لا تستجمع قوتها للمواجهة المحتومة. نحن ما عقدنا هذه السلسلة من المحاضرات إلا لتقديم خطوات عملية نرى أنها تسهم في استجماع هذه القوة وتحقيق تلك الخطة العملية التي تقودنا إلى التفوق الحضاري. قبل ذلك نحن ما زلنا في طور فك بعض القيود النفسية، بعض القيود الذهنية التي تعطل انطلاقتنا المرجوة هذه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوات بإذن الله تعالى. نحن ما زلنا الآن في مقدمات لتشخيص العلاج، أو بمعنى أصح ما زلنا في المقدمات التي نشخص فيها المرض حتى نشخص فيها أو تاليا العلاج. أنا لا أرى ضروريا أن أعيد التذكير بالمبدأ والمرتكز الذي ارتكزنا عليه، وهو أبعد ما يكون عن العنف أو عن اللجوء إلى حرب دموية أو ما شاكل، بل لقد سمينا كل ذلك عبثا وحماقة. أنا لا أرى ضروريا أعيد التذكير بذلك، إنما الذي أراه ضروريا هو بيان أمور توضح ما قد يبدو غامضا لدى البعض في هذا المنهج. هذه أمور أربعة. الأمر الأول، نحن لا ننكر أن خطابنا يشتمل على أدبيات تبدو حربية، إلا أن ذلك لا يكون مسوغا لمناوئينا في الداخل لأن يقتطعوا هذه الأدبيات أو المفردات من سياقها ويوهموا الناس بأننا دعاة عنف ودعاة استئصال وتطهير عرقي. مثل هؤلاء المفترين كمثل مناوئي الإسلام الذين يقتطعون
بعض آيات الجهاد والحرب والقتال الواردة في القرآن الحكيم ليتخذوها ذريعة لوصم الإسلام بالإرهاب. لو كان هؤلاء المناوئون لنا منصفين لذكروا ما نصرح به ونؤكد عليه دوما من ضرورة التزام السلم والبعد عن العنف، لكن المشكلة أن الإنصاف في هؤلاء معدوم، كما أن الإنصاف معدوم في مناوئي الإسلام الذين يقتطعون آيات الجهاد والحرب الواردة في القرآن حتى يصموا الإسلام بالإرهاب. هنا قد تقول: إذن لماذا تستخدمون هذه اللغة والمفردات وتعطون المناوئ ذريعة لتشويه مقاصدكم؟ الجواب على ذلك أن هذه المفردات وهذه الاستعارات وهذه اللغة إنما يفرضها علينا الواقع، الواقع الذي لا نريد لمن نخاطبه من المؤمنين أن يغفل عنه. هذا واقع، إن العالم يشهد بحق صراعا حضاريا خطيرا، فكيف يراد منا أن نتحدث؟ وبأي لسان يراد منا أن نتحدث؟ نعم، ها هنا غزو حضاري، وها هنا عدو حضاري، وها هنا تهديد حضاري، نحن في صراع، في مواجهة. العالم كما قلنا يشهد مخاضا صعبا من كل الجهات. إذا لم نلتفت لهذا المخاض ونعمل على صد ما يأتينا من تهديد حضاري والسيطرة عليه، إذا لم نلتفت فسنضيع، ستذوب حضارتنا أو ستتميع حضارتنا. لا نريد أن يكون الأمر هكذا. الفرق بيننا وبين مناوئينا في الداخل أنهم كما قلنا يريدون إبقاء الإنسان الشيعي نائما على فراش الوهم بأن كل شيء على ما يرام. الحال ليس كذلك أيها الإخوة، إنك تنام الآن على هذا الفراش وستجد نفسك في الصباح مذبوحا أو مأسورا. أعني أنك ستجد حضارتك مذبوحة أو مأسورة، وهي اليوم مأسورة وخاضعة للغير. أنت بنفسك مذبوح، أنت بنفسك مذبوح، كما في العراق، كما في باكستان، أفغانستان، أنت بنفسك مأسور. في كثير من بلدان العالم أنت مأسور، خاضع لخصمك، تعيش تحت يده، يده هي التي تهيمن حتى على سلوك أبنائك، تهيمن تلك اليد على سلوك أبنائك، تجرهم أيضا إلى المفاسد، تجرهم مثلا إلى الشذوذ الجنسي، أو تجرهم إلى الحق في الانتحار. استمع إلى الاصطلاح: الحق في الانتحار باسم الحرية الشخصية. أليس هذا وضعا مختلا ينبغي السعي لتصحيحه؟ كيف يمكن تصحيحه بغير تسمية الأشياء بمسمياتها يا قوم؟ عندما ندق نحن ناقوس الخطر فإننا نسمي الأشياء بمسمياتها. لا مناص لنا من استخدام هذه اللغة وهذه المفردات، لا لوم علينا فيها، إنما اللوم يقع على ذلك الذي يقتطعها، على ذلك الذي يخرجها عن سياقها، على ذلك الذي يفعل هذا اقتطاع وهذا الإخراج من السياق لوأد هذا المشروع الإنهاضي للإنسان الشيعي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني
زعمهم أننا ندفع الناس إلى الصدام بدلا من الحوار، هذا من التدليس، هذا من التدليس كما تبين لكم. نحن إنما نقول أننا نعيش صداما وصراعا، ولا يمكن لأحد أن ينكره لأنه من المحسوسات في عالمنا. فماذا نفعل؟ أنتغافل عن ذلك كما يفعل هؤلاء المناوئون لنا في الداخل، فيبقى الإنسان الشيعي في حالة غياب للوعي، يغيب وعيه تجاه ما يجري حوله، لا يستشعر خطورة هذا الصراع الحضاري، أو لا أقل هذه التهديدات الحضارية. أنفعل ذلك ونبقي الإنسان الشيعي غافلا عما يجري حوله، أم نلتفت إلى هذا الخطر ونحذر منه ونرسم الخطوات الكفيلة بصد هذا الخطر حتى يستعيد الإنسان الشيعي وعيه تجاه هذه المعركة الحضارية؟ لا شك أن العقل والشرع يوجبان علينا هذا الثاني، أي أن نلتفت إلى الخطر ونرسم الخطوات الكفيلة بصده. لسنا نحن الذين اختلقنا هذا الصراع حتى يقال أننا ندفع الناس إليه، إنما الصراع هذا ملازمة طبيعية حتمية لتعدد الحضارات والأديان والمذاهب والأيديولوجيات القائمة على وجه الأرض. كل حضارة تحتك بأخرى فإنه لا سبيل لها إلا واحدا من سبيلين، إما أن تصارع تلك الحضارة، وإما أن تخضع لها وتكيف نفسها معها، وبالتالي تضطر لأن تتنازل عن بعض جوانبها الحضارية من أجل هذا التكيف مع الحضارة الأخرى. ثم سرعان ما تنصهر هذه الحضارة مع تلك الحضارة لتكون حضارة هجينة. هذان هما الخياران، لا ثالث لهما إلا اندثار هذه الحضارة الأضعف في قبال الحضارة الأقوى. ها نحن وأنتم نرى اليوم كيف أن حضارتنا وسائر حضارات العالم أصبحت خاضعة للحضارة الغربية بشكل إجمالي. نحن الآن على سبيل المثال وليس الحصر، ساعتنا غربية، تاريخنا غربي، هذا التحديد الزمني الموجود الآن هذا من أين ينطلق؟ إنما ينطلق من خط غرينتش. التقويم المعمول به أي تقويم؟ التقويم الميلادي الجريجوري. ساعتنا زوالية تنتهي مع زوال الشمس، وهذه ساعة غربية. الساعة العربية الإسلامية للعلم كانت ساعة غروبية، يعني تنتهي مع غروب الشمس لا مع زوال الشمس. هذه الساعة الإسلامية أو العربية أو الشرقية كانت للعلم موجودة ومعمولا بها في بعض الحواضر ككربلاء المقدسة مثلا قبل نحو 40 أو 50 عاما كانوا يعملون بهذه الساعة. كانت الساعة الواحدة صباحا عندهم هي الساعة الأولى بعد شروق الشمس، لا الساعة الأولى بعد منتصف الليل كما هو الوضع حاليا. على أي حال، لا يمكن
تسمية هذا الذي حصل في حضارتنا إلا أنه نوع من الخضوع والتكيف مع الحضارة الأقوى. ولئن كان الأمر سهلا في مثل الساعة والتقويم، مع أنه ليس كذلك، لئن كان الأمر سهلا في مثل الساعة والتقويم فإنه ليس يسهل في مثل العقيدة والأحكام. أعني أن إخضاع عقيدتنا للحضارة الأقوى هو جريمة لا تغتفر، لأنه ما معنى هذا الإخضاع؟ معناه تحريف هذا الدين الإسلامي العظيم، ليس له معنى آخر. هل معنى ذلك أنه يجب علينا حين نقول أنه لا بد من المواجهة الحضارية، هل معنى ذلك أنه يجب علينا سد أبوابنا عن كل ما في الحضارات الأخرى؟ أنا لم أقل هذا. لا ضير في فتح الأبواب والاستفادة مما في الحضارات الأخرى من إيجابيات لا تتعارض مع حضارتنا، ولكن، وهذه نقطة جدا مهمة، نطاق هذه الاستفادة يجب أن يكون منحصرا في مثل الوسائل، في مثل الأدوات، في مثل أنماط الإدارة، في مثل أنماط المعيشة، العمل مثلا، لا بأس، لا ضير. أما في مثل العقيدة، في مثل الأحكام، فهنا تسد الأبواب، هنا توصد الأبواب أمام كل فكرة دخيلة، وإلا انهدم هذا الدين من أساسه، كما حصل مع الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. أتباع عيسى انحرفوا من بعده حين تداخلت حضارتهم بحضارة الرومان والهنود والوثنيين. لما تداخلت حضارتهم مع حضارة تلك الأقوام، مع تلك الحضارات، خضعوا وتكيفوا، ولذا أخذوا منهم الإيمان بالثالوث. من هنا انهدمت عقيدتهم أتباع عيسى عليه السلام، التي كانت هذه العقيدة قائمة على التوحيد، انهدمت من رأس بمجرد هذا التداخل، هذا الاحتكاك، لأن تلك الحضارات كانت أقوى فهزمت هذه الحضارة، واضطرت تلك الحضارة الأضعف لأن تميع نفسها لتتكيف مع الحضارة الأقوى، خسرت أهم ما جاء به عيسى عليه السلام وهو التوحيد، واستبدلته بالتثليث. هنا الخطر، حين تحتك حضارة بأخرى. اليوم وبفعل العولمة وصيرورة العالم قرية صغيرة، لم يشهد التاريخ البشري احتكاكا بين الحضارات كهذا الذي نشهده اليوم. لم تعد كل حضارة قادرة على أن تعزل نفسها عن تأثيرات الحضارات الأخرى، لذا فإن كل حضارة اليوم هي على المحك. إذا عرفت هذا الأمر، تعرف أن الصراع حتمي بين الحضارات، الصراع حتمي بين الحضارات. نعم، يطرح بعض المفكرين فكرة حوار الحضارات، لكن ينبغي أن تكون حاذقا، فتعرف بأن هذا الحوار وإن كان إيجابيا ومرحبا به، إلا أن هذا الحوار في الواقع لن يفضي
إلا إلى تفوق الحضارة التي يمتلك ممثلوها في ذلك الحوار، يمتلكون القوة والجاذبية في الطرح، وقبل هذا الثقة بالنفس. لأن كنا نحن المسلمين الشيعة نؤمن بأن حضارتنا التي تلقيناها عن النبي وآله عليهم الصلاة والسلام تمتلك كل عناصر القوة والجاذبية، لا شك أننا نؤمن بذلك، إلا أننا نعاني من مشكلة التمثيل. من يمثلنا؟ إذا لاحظنا إن الذي يمثلنا ليس كفءا بالقدر العلمي والمعرفي المطلوب الذي يستطيع به أن يواجه تحديات الأطروحات الأخرى. وبعضنا وإن كان كفءا من هذه الجهة، إلا أنه مع الأسف تنقصه الثقة بالنفس، لا يقدر على مواجهة الآخر بما يكره، وإن كان أصلا أصيلا لدينا. وبالتالي يضيع هذا البريق الحضاري الذي نملكه، يضيع وسط الظلمات. هذه هي مأساة الانهزامية والشعور بالضعف. هذه هي المأساة التي سبق وشخصناها وبحت حناجرنا ونحن ندعو إلى التخلص منها. إذن لن تكون نتيجة هذا الحوار الحضاري إلا هيمنة الآخر علينا. لماذا؟ لأننا ضعفاء في تمثيلنا لحضارتنا في ذلك الحوار. معنى ذلك أن المسلمين سيبقون أسار الحضارات الأخرى التي ستبدو أقرب إلى العقل والمنطق. سيكون مثلا تخلي النساء عن الحجاب معروفا لا مستهجنا، لأن التحضر يتطلب ذلك. أما التزام النساء بالحجاب والنقاب فسيخدو منكرا مستهجنا، لأنه شيء من الرجعية. هكذا ستكون النتيجة حتى بعد هذا الحوار الحضاري، لأنك حيث أنك لا تملك الثقة بالنفس ولا تملك الكفاءة العلمية والمعرفية التي تؤهلك لمواجهة الآخر، فإن منطقه سيتغلب على منطقه. حين ذاك سيكون مثلا احترام طاغية منافق كعمر بن الخطاب سيكون أمرا معروفا، أمرا مقبولا به، بل مشادا به، لأن هذا مما تتطلبه الوحدة الإسلامية. انظر إلى العناوين ودقق بالعناوين البراقة. أما مقت هذا الطاغية المنافق وإسقاط احترامه وبيان جرائمه ومنكراته، هذا سيغدو منكرا كما قد غدا. لماذا؟ لأنه يعتبر تأجيجا للفتن. هكذا ينقلب كل معروف إلى منكر وكل منكر إلى معروف، كما تنبأ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ما هذا إلا لأن الآخر قد مد يده الحضارية علينا وألزمنا باسم الحوار بما يريده هو. نحن نتحمل وزره ذلك
نحن نتحمل وزر أن في ذلك الحوار لم نقدم من يمثلنا على أساس القوة والكفاءة والاقتدار والثقة بالنفس، إنما قدمنا من استشرت فيه كل الأمراض النفسية التي تدفعه إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات. هذا هو الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث الذي نريد بيانه وتوضيحه فيما يخص دعوتنا هذه، فنقول الهيمنة التي ننشدها لا نعني بها شطب حق الآخر في الوجود بشخصه أو دينه أو أيديولوجيته، إنما نعني بهذه الهيمنة، دققوا جيدا، نعني بها تحقيق تفوق حضاري يدفع الأمم والشعوب طواعية إلى الالتحاق بهذه الحضارة الإسلامية النبوية الإمامية، وبذلك يتعزز حضور هذه الحضارة، يتعزز حضورها العالمي بما يجعلها مهيمنة على غيرها. اليوم الحضارة الأمريكية بالذات هي المهيمنة. لماذا؟ لأنها الحضارة المتفوقة. حتى إن كان هذا التفوق مظهريا، المهم أنه تفوق، تفوق يدفع شباب العالم كله إلى أمركة أنفسهم، يؤمركون أنفسهم وإن كانوا يشتمون أمريكا نفسها. تذهب إلى طهران مثلا فتجد جماهير عديدة من الشباب يمشون في مسيرة في يوم كذا وهم يهتفون الموت لأمريكا، ولكنك تدقق تشاهدهم في المسيرة نفسها قصات شعورهم على الطريقة الأمريكية، لباسهم على الطريقة الأمريكية، يرتدون سراويل الجينز، يأكلون شطيرة البرجر، يشربون شراب البيبسي حتى وإذا سموه زمزم في إيران. وهؤلاء الشباب أنفسهم بعد انتهاء المسيرة حين يعودون إلى منازلهم يشاهدون فيلما أمريكيا ويحلمون باليوم الذي يصلون فيه إلى أمريكا. هذا هو الانبهار بالحضارة الأمريكية التي تجذب هؤلاء الشباب إلى كل ما فيها صالحه وطالح، تجعلهم يؤمركون أنفسهم لا على مستوى الفكر والثقافة فحسب، بل حتى على مستوى طريقة الكلام، طريقة المشي، طريقة المصافحة، طريقة الأكل، إلى ما هنالك. هذه هي الهيمنة التي نريد أن نعمل بجد في خلق تفوق حضاري يجعل الأمم الأخرى تلتحق بنا. حين ذاك سنجد شباب العالم يؤسلمون أنفسهم، وحين يودع الواحد من هؤلاء الشباب الآخر ستراه يقول يا علي مدد، بدلا من أن يقول باي باي. ليس أمرا مستحيلا، وإن كان صعبا، إن لم يتحقق اليوم يتحقق في الغد، إن لم يتحقق في الغد يتحقق حتى ولو بعد 100 عام، المهم أن نبدأ هذا الطريق
طريق التفوق الحضاري الذي يدفع شباب العالم والأمم الأخرى للالتحاق بنا والتفكير على طريقتنا والتثقف بثقافتنا، وعكس كل ما لدينا عليها. هذا هو الأمر الثالث، وتبقى الأمر الرابع من الأمور التي نريد بيانها في هذا الشأن. نقول إن الفكر الذي نلتزمه ليس فكرا إقصائيا كما يدعي خصومنا، بل هو على عكس ما يدعون، فكر يحترم اختيارات الآخر الدينية وغيرها أيا كانت اختياراته، فكر يضمن حقوق الآخر، حقوقه المدنية كافة، له مثلا أن يعبد أو لا يعبد، لا إكراه في الدين، وإن اختار أن يعبد فله أن يعبد كيفما يريد، لكم دينكم ولي دين، وهكذا له أن ينال ما يجعله يعيش بحرية وكرامة على ما نتعاقد عليه مدنيا. هذا هو الذي نلتزم به ونضمنه. فكرنا في الحقيقة فكر تعايشي لا إقصائي، فكر يحث ملتزميه على أن يتعايشوا مع الآخر تحت ظل هذه العقود المدنية، بل إن هذا الفكر يحث ملتزميه على أن يتعاملوا مع هذا الآخر بروح إنسانية تسعف المريض وتجبر الكسير وتجبر الكسير وتعطي المسكين وتؤوي المشرد وتنصر المظلوم وتعين الضعيف، إلى ما هنالك من تعاملات اجتماعية تؤصلها الأخلاقيات العظيمة التي جاء بها الإسلام والتشيع. نحن إنما ننظر لأنفسنا هكذا، ونحرص على أن نتخلق بهذه الأخلاقيات التي تضمنتها تعاليم أئمة أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم، فنتساكن ونتجاور مع من يخالفنا العقيدة، نتساكن وإياهم بسلام وإحسان وبركة، نحرص على أن تكون العلاقات الاجتماعية فيما بيننا وبينهم، نحرص على أن تكون طيبة ودودة، هكذا علمنا أئمتنا عليهم السلام. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: شيعتنا بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا. مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. هكذا علمنا أئمتنا عليهم السلام، هكذا أمرونا، وليس الأمر بحسن المعاشرة مقتصرا على المخالفين، بل يعم غيرهم من الكفار. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن جالسك يهودي فأحسن مجالسته. هذا ما نلتزم نحن به. إذن إن فكرنا ليس فكرا إقصائيا، بل هو فكر تعايشي
يضمن حقوق الآخر ويتعاطى معه ويبني مع هذا الآخر علاقة إنسانية رائعة، إلا أنه مع هذا نحن نفرق بين التعايش على مستوى الحقوق والعقود المدنية والعلاقات الاجتماعية وما شابه، نفرق بين هذا التعايش على هذا المستوى وبين المعركة الحضارية على مستوى الجدل الفكري والكلامي. بمعنى أننا إلى جانب حرصنا على بناء علاقة إنسانية وودودة مع الآخر، نحرص أيضا على ألا نتنازل عن حقنا في نقد ما يحمله هذا الآخر من عقيدة وفكر، بل لا نتنازل عن حقنا في هدم ما يحمله هذا الآخر، ولكن بسلاح العلم والمنطق والبرهان وإن كانت اللغة شديدة. لسنا نرى أن التعايش يقتضي منا أن نوقف سعينا إلى هدم المبادئ الضالة وإن حملها الملايين من البشر. إننا نرشق تلك المبادئ، نرشقها بسهامنا في الوقت نفسه الذي نحتضن فيه من يحملها، لأننا نعتبره مضللا، نعتبره مخدوعا. بل الذي نراه معاندا جاحدا للحق إن لم يعمل على ما يعكر صفو الوئام الاجتماعي فإننا لا نسلب منه حقوقه المدنية، نتركه. هذا الميزان الدقيق في التعامل بين الإنسان والفكرة، هذا الميزان هو في الحقيقة منهج الإسلام الذي يتمثل في كتابه المقدس وفي سيرة نبيه والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. نحن نلاحظ مثلا أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل الكتاب كانت في قمة الإنسانية والرحمة، لقد أعطاهم حقوقهم المدنية كاملة، أعطاهم إياها في المجتمع الذي كان يحكمه في المدينة المنورة، كانوا متواجدين هناك، ومع ذا أعطاهم كل حقوقهم المدنية. لكن مع هذا كانت الآيات تنزل في تكفيرهم وفي لعنهم وتسفيه عقائدهم، نحو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هذا ميزان في التعامل مع الإنسان والفكرة. الإنسان إنسان تحت حكمك له الحقوق المدنية، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، اعبد كما تشاء، اعتنق الفكرة التي تشاء، ولكن لا يكون ذلك حاجزا، لا تطلب مني أن أحترم فكرتك الباطلة احتراما لشخصك. نفكك بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وآله لم يقاتل أحدا من أهل الكتاب إلا حينما عملوا على نقض العهود، فعكروا صفو الوئام الاجتماعي الذي كانوا ينعمون به. هنا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البريء منهم على حاله. هكذا ينبغي لنا أن نكون، لا نجور على حقنا في إرشاد العباد إلى الهدى،
وذلك يقتضي بالطبع أن نهدم المبادئ والعقائد الضالة، ولا نجور أيضا على الآخر بما هو إنسان، له حقوقه المدنية في أن يعيش جنبا إلى جنب المسلمين المؤمنين ويمارس حريته على النحو الذي لا يتجاوز فيه على حرية الآخرين. هنا قد تتساءل، أليس في هدم ما يحمله الآخر من معتقدات استفزازا له يحول دون الوئام الاجتماعي الذي تدعون إليه؟ إذن لابد من ترك هذا الهدم واحترام عقائد الآخرين ومقدساتهم. الجواب على ذلك، نحن لا ننكر أن هذا يستدعي استفزازا، لكنه مؤقت، هذه الحالة مؤقتة لا تدوم، لأن بعضا من مجتمع الآخر حين يسمع هذه اللغة التي تنقد معتقداته بالمنطق والبرهان وإن كانت شديدة يستجيب إلى الحق فيترك عقيدته، وهذا أمر جربناه. معنى هذا أننا زدنا رصيد الوئام الاجتماعي من هذه الجهة. أما البعض الآخر من مجتمع الآخر الذي يصر على البقاء على ما هو عليه، فإنه وإن شعر بالاستفزاز في بادئ الأمر إلا أنه سرعان ما يعتاد على هذه اللغة، فيكون سماعه لهذه اللغة عاديا، فلا تتعدى ردة فعله إلى ما يعكر صفو الوئام الاجتماعي. نحن لا نقول هذا تنظيرا، وإنما نقوله كما قلنا من واقع التجربة التي طابقت النظرية. إني شخصيا حين بدأت بهذا المنهج قبل سنوات عديدة كانت ردة الفعل على جهرنا بالبراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام، كانت ردة الفعل في البداية عنيفة جدا. لماذا؟ لأن آذان الطائفة الأخرى التي تقدس هؤلاء لم تسمع قط مثل هذه اللغة، لذلك مثلا سجنت وحصل ما حصل. أما اليوم فيكفيك أن تنظر نظرة سريعة لواقع الأمة لترى أن الطائفة الأخرى أصبحت تتعايش مع هذه اللغة وتتكيف مع هذا الواقع، ولذلك ترى أن ما نطرحه الآن لم يعد يثير ضجة كالسابق. مع مرور الأيام تخف ردة الفعل وتخبو تلك الضجات ويهدأ ذلك العويل. هكذا عالجت جميع الأمم المتحضرة تناقضاتها الدينية والسياسية والعرقية والاجتماعية وغيرها. لقد كان حال البشر سابقا أن مجرد نقد الحاكم يعتبر جريمة، كان مجرد تشكيل معارضة سياسية يمثل جريمة، وكانت هذه الجريمة تثير ردة فعل عنيفة من جانب الحاكم ومن جانب حزب الحاكم وأنصار الحاكم إلى أن تصل إلى الإعدام. أما اليوم فحتى في بلادنا المتخلفة تجد أن آذان الحكام قد اعتادت إجمالا لا على وجود المعارضة فحسب، بل على سماع الهجوم منها بما لم يكن ممكنا التفوه به من قبل، لأن الزمن يتطور ويتطور معه البشر وتتغير فيه المعادلات والموازين. العالم كله يتطور من هذه الجهة، العالم كله يتحرر يوما بعد يوم. أفلا يحق للإنسان الشيعي أن يتحرر وأن يطور أيضا علاقته التي تربطه بالآخرين؟ أفلا يحق له أن يكسر القيود
التي تمنعه من التعبير عن رفضه للحكام الأوائل الذين ظلموا عترة النبي صلى الله عليه وآله؟ أظنك عرفت الجواب. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.